الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله يا الله. لم يصل السيد يونس يا أحبائي؟ إنه يتأخر في بعض الأيام. عندما ينهي عمله يأتي يا شيخي. بما أنه يتأخر عن مجلسنا فهذا يعني أنه قد فضل الجبل علينا. أين كنت يا عزيزي؟ كنت أنتظر أخي يونس عند الحطب وأتى منذ قليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تأتي متأخرا يا يونس. كنت أبحث عن حطب. ألا يزال هناك حطب في الجبل تبحث عنه؟ يوجد يا شيخي. منذ كم سنة تحمل الحطب من أجداغ إلى تكيتنا؟ أيوجد في الجبل حطب مائل؟ يوجد شيخي، بالطبع يوجد، ولكن الحطب المائل لا يجب أن يدخل إلى تكيتكم. هذا الحطب ليس له شكل مطلق. قطعهم وعدل شكلهم. منذ متى تقومه؟ كم سنة وأنت تغلي في ذاك المرجل؟ لكنك لا تزال غير ناضج. ما هذه القشور؟ ما هذا التفكير؟ يشغلك حال الدنيا. حتى أنه يرد على كلام شيخنا. تعلم السيد يونس درساً. إنه يفوت صلاة العشاء. ما حدث متوقع. جلس بعض الدراويش انصاعوا للشياطين لما أكثروا الثرثرة. ثرثروا حول ما حدث.
لا تغتابوا أحدا يا إخوة، هذا لا يليق بكم. وهل كلامنا كذب؟ وهل تعتبره غيبة؟ بالطبع كذلك، الآية والحديث يقولان هذا. مرة سألوا حضرة الرسول ما هي الغيبة؟ وهكذا أجابهم الرسول: ذكرك لشخص بما فيه مما يكره، إن كان تلفظاً أو كتابة أو إشارة. سأله أحد الحضور قال: يا سيدي يا رسول الله، ماذا لو كان ما أقوله صحيح؟ وماذا لو كلامي موجود في الشخص؟ وهكذا رد رسول الله: إن كان كلامك صحيحاً فهي غيبة، وإن كان ليس صحيحاً فهي غيبة وافتراء أيضاً. أنت لا ترى حتى أن انحناء الحطب لائق بتكيته، لهذا السبب يرى كلامه لائقاً بك حتى ولو بين الناس. وشيخك لا يدري بأي حال أنت، ماذا حصل لك؟ إذا كان هناك شيء ما تجرأ وقل. لمن اشتكيت؟ لمن فتحت فمك وقلت؟ لكن حتى الرواية تعتبر شكاية. بالطبع كذلك، حتى القرويون يديننا التضحية. هل اشتكيت؟ فإذا هيا اعترف لنفسك، هيا عبر، افتح أذنيك لك، اسمع نفسك، ماذا نلت من عملك؟ قل الحقيقة الآن. لا فائدة. تكبر بالاحترام وتزداد بالجمال وحسن الخلق وترويض النفس. ربنا يأخذ بيد أهل التوحيد دوما، بقدر ما تتشبث بقدر ما تأتيك الهمة. كنا نقول اكبس الزيتون فيزداد طعمه حلاوة. قل الله واذكره واعشق المخلوق لأجل الخالق.